بينضم لنا الان كابتن احمد فوزي الزميل العزيز وحارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس المرمى حاليا. مساء الخير يا احمد. حبيبي كابتن، الله يكرمك. ده نورك كابتن. ازي صحتك؟ عامل ايه الاخبار النهارده؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ ربنا يكرم ان شاء الله. ايه اخبار فرقه ميدياما الغني وحارس مرماها؟ طيب بدايه حارس مرمى فرقه ميدياما اسمه فيليكس كي، او هم بيقولوا عليه تشي على حسب النطق بقى بتاعهم هم يعني. حارس جيد، طوله 180 سنتي، مواليد 13 مايو 2003، يعني عنده 20 سنه بس. يمكن موضوع ال 20 سنه وال 22 سنه والكلام ده بقى كتير في افريقيا الايام دي، نظرا لان الحراس الجيده بتحترف بره على طول. صحيح. وهم بيلعبوا الحراس اللي طالعين من الاكاديميات. هو كان في اكاديميه اسمها كارييلا يونايتد قبل ما يروح فرقه ميدياما. الحارس ده يعتبر من احسن الحراس المتواجده في غانا دلوقتي. السنه اللي فاتت 22 23 خد احسن حارس في كانت حفله من اربع شهور بيقيموا فيها اللعيبه كلها، وخد احسن حارس فيهم متفوق. وانضم لمنتخب غانا. ايوه، ما انا لسه اقول لحضرتك، متفوق على حارس مرمى غانا الاساسي اسمه زيجي او لورانس زيجي، بيلعب في سانت جالين السويسري، وحارس جوزيف ادو حارس كبير وخبرات كبيره. فانه ياخد احسن حارس في غانا، هو انضم مؤخرا في التجمع اللي فات دون لمنتخب غانا. حارس 180 سنتي، ولكن عشان عنده فرط يعني بيتحرك كويس جدا جدا، عنده رشاقه عاليه قوي، بتحسسك الرشاقه العاليه دي في وقت من الاوقات بتحسسك انه اطول من ال 180 سنتي. فعنده رد فعل هايل، فرد فعله ممتاز جدا في المسافات الصغيره. كروسات من ناحيه شماله هو بيعرف يتعامل معاه كويس جدا، وبيعرف يتحرك كويس جدا. من ناحيه يمينه الكروسات عنده ضعيفه شويه. عنده حسن توقع، يمكن هو اللي صعد فرقه ميدياما للبطوله، لانه في ركلات صد ثلاث ركلات ترجيح امام ريمو ستارز. فده يديك ان هو يديك عنده حسن توقع، دماغه صحي على طول في الجيم، قدراته الفنيه عاليه، ولكن عنده مشكله الكروسات من ناحيه الشمال، لا من ناحيه يمينه هو، سوري، من ناحيه يمين اللي هي مثلا هتبقى ناحيه كريم الدبيس، اللي هي شمالنا احنا. عنده بطء فيها، عنده تسرع في الخروج من المرمى. بيحاول يتعامل معاه بان هو ايه، عنده سرعه حركات رجليه سريعة، فلما بيطلع غلط بيحاول يرد بسرعة للجون. هي دي اللحظة اللي احنا ان شاء الله هنسجل منها ان شاء الله، لان دي عنده متكررة على طول، بيطلع من مرمى في اوقات خاطئة. دي لو قدرنا نستغلها ان شاء الله هنعرف نسجل منها هدف. والتاني عنده مشكلة مع التصويبات الارضية، هو مش جسمه طويل ولكن رشاقته عالية، وهو بيشتغل فوق على طول. عنده الرمي ناحية اليمين صعب شوية على الأرض. نتمنى يكون في تصويبات كتير النهاردة، لأن إن شاء الله تصويبات من بدري هتخرجه بره الجيم. نقطة مهمة جدا يا كابتن، إن هو عنده غرور، مش سنة ضرور، حاسس بنفسه زي ما بقولها لك، حاسس بنفسه، بيحب يمسك كورة ويلعب برجله كتير ومهاراته عالية، بس تحت الضغط بيتوتر وبيخرج الباصز من رجله بطريقه سيئه جدا. فهي دي النقطه الايجابيه اللي ان شاء الله احنا ممكن نلعب عليها، ان احنا لازم نضغط عليه اول ما يستلم الكوره، خاصه ان فرقه ميدياما بتلعب بطريقه ان هي عايزين يحضروا الكوره من تحت، وبيشركوا فيها حارس المرمى، وهو بيزودها في عمليه الاحتفاظ بالكوره. عشان كده لو ضغطنا عليه من بدري ان شاء الله، ان شاء الله هنستخلص منه واحده ونقدر نحرز بامر الله ان شاء الله. ولينا لقاء كده باذن الله، نبارك لبعض بعد المباراه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن. شكرا.